أنا طالع على قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة. خمس موجات تظاهر واعتراض أدت إلى سقوط حكومات في لبنان بفعل النقمة الشعبية. أولها كانت مع رشيد كرامي الذي تولاها لخمس مرات، وفي الخامسة سقطت حكومته تحت ضغط الشارع في 25 من نيسان عام 69، وحصل فراغ لمدة 7 أشهر. المرة الثانية كانت برئاسة تقي الدين الصلح عام 74، والتي سقطت بعد فترة حرب أكتوبر وما رافقها من انعكاس سياسي واقتصادي على لبنان، حيث ارتفعت الأسعار بشكل فاحش واندلعت التظاهرات والإضرابات التي شارك فيها الاتحاد العمالي العام والطلاب، فاستقالت أيضا تحت وطأة الضغط الشعبي. ثالث المرات هي الحكومة التي شكلها العميد نور الدين الرفاعي، ولم تصمد أكثر من أيام في عام 75. فمع اندلاع أحداث الحرب الأهلية اللبنانية واستقالة وزراء حكومة رشيد الصلح تباعا، قام رئيس الجمهورية آنذاك سليمان فرنجي بتعيين العميد المتقاعد نور الدين الرفاعي في أيار من العام 75 رئيسا لمجلس الوزراء، فشكل حكومة من 6 وزراء من العسكريين. ولكن تحرك الشارع وحصلت فوضى سقط بسببها قتلى وجرحى، فقدمت حكومة الرفاعي استقالتها. أما الحكومتان الرابعة والخامسة كانتا لعمر كرامي. الأولى استقالت عام 92 بعد سوء حالة الوضع الاقتصادي وتدني قيمة الليرة اللبنانية وإعلان الإضراب العام لمدة 4 أيام. انطلقت تظاهرات شعبية ضخمة في مناطق لبنانية عدة، ترافقت مع أعمال شغب طالت منازل مسؤولين ووزراء، واستقالت بعدها الحكومة. أما الحكومة الثانية لعمر كرامي سقطت إثر اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005. وعلى وقع تحركات الشارع المطالبة آنذاك باستقالة كرامي من رئاسة الحكومة، قدم استقالته بطريقة مفاجئة خلال جلسة نيابية عقدت أواخر شباط من العام 2005. عقبة أما ما يراه الآخرون خير البلاد، أعلن استقالة الحكومة التي لي شرف رئاستها. يا سنيورة اطلع برا. ولكن مهلا، هناك حالة معاكسة. في العام 2006 وبعد حرب تموز واعتكاف الوزراء الشيعة في الحكومة بعد إقرار المحكمة الدولية، بدأت المعارضة اعتصاما كبيرا دام أكثر من 1.5 سنة للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة، ومع ذلك لم يستقل. الحكومة حتى ريح راس الناس كله، الحكومة باقية. صدام حسين، قناة الجديد.